اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده معانا معجنات، ولكن بمدرسه المغازي معانا عجينه هنعملها حلو وحادي، هندخلها في نوع من انواع الحلويات مشهور جدا في الريف المصري والصعيد المصري والدول الاوروبيه في كل مكان، حاجه كده خفيفه على المعده اسمها بغاشه. بغاشه بالعسل وحبه البركه. هنعملها ازاي؟ هي العجينه معانا، وهناخد نفس العجينه بمكوناتها ونعجنها مره واحده، هنعمل فطاير الدجاج المقليه المقرمشه، حاجه كده واخده من المطبخ المكسيكي والطعم المكسيكي زي الفاهيتا، ونشوف ازاي نحولها لفطاير مقرمشه بجبنه شيدر او موزاريلا. معانا سلطه النهارده انا بسميها موسوعه غذائيه من المكونات بتاعتها، والصوره الحلوه في مكونات السلطه الروس سلط تتحدث عن نفسها، اذا كان بروتين حيواني من البيض، كربوهيدرات من النشويات والبطاطس، فاصوليا خضراء مفيده جدا للجهاز الهضمي وكمان غنيه بالالياف، جزر، فيتامين سي، واحنا محتاجينه في البرد، واوميجا 3. تفاصيل كتيره في الحلقه بتاعتي، فيها خبره طهويه باقل تكلفه ممكن تجيبيها وتعملي مطبخ زي ما انت عايزه، وهي دي الشطاره، انك انت مش عشان تعملي حاجه جديده وتعملي حاجه مفيده لازم تصرفي كتير، لا بالعكس، بأقل تكلفة تقدر تخش أي مطبخ في الدنيا وتعملي الأكل اللي نفسك فيه اللي بتشوفيه في منيوهات مترجم وعايز حد يترجمه، لأن معاك الشيف المغازي بتتابعيه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. هروح فاصل صغير أو هتروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض خط سير الحلقة. حلقة فيها شغل كتير النهاردة، في نوع من المعجنات هنعمله ونضرب عصفورين بحجر. ليه نضرب عصفورين بحجر؟ خبرة طهوية، اعملي عجينة، العجينة دي هتطلعي منها حاجة حلوة وتطلعي منها حاجة حادقة هتستخدمها في الفطاير تبقى لطيفة وجميلة. مكونات العجينة هستأذن فريق العمل الجميل نشوف مكونات ازاي نعمل فطاير الدجاج بمكونات عجينة. العجينة اللي موجودة دي هنستخدمها في نفس الايه الحلو بتاعنا اللي هي البغاشة اللي موجودة معانا في المنيو اللي بنشوفه قبل الهوا. معانا دي ومعانا طبعا بيض وزيت وكمان ميه دافيه وقليل من البيكنج باودر. معانا صدور فراخ، معانا فلفله ملونه، معانا جزر مبشور او جزر متقطع جوليان، وزعتر وزيت زيتون وزبده وجبنه موزاريلا. المقادير بسيطه وسهله، ولكن الفكره الطهويه نفسها تحتاج وقفه هنا، ازاي اعمل اكله بنفس التكلفه وبمقادير جديده. اول حاجه هنحمر الفراخ. طب انا ما عنديش صدور فراخ يا ابو غازي، اعمل ايه؟ فرخه مسلوقه عندك في التلاجه، كنت عامله قبل كده ملوخيه، وعندك صدر فرخه، نص فرخه في التلاجه او صدور فراخ زي اللي معايا. هتقطعي صدور الفراخ دي او الفرخه المسلوقه وتجيبيها ايه؟ تستخدميها عادي في الفطاير. خلينا نشوف واحنا بنقطع الفراخ كده نقطعها مع بعض ازاي، دي مهمه جدا على فكره. الصدور كده لازم تشتريها بالشكل ده كده علشان ما تاخدش وقت كتير من السوى. اول حاجه نقطعها كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو شرايح عشان تيجي معاكي رفيعه عشان تستخدميها وتستوي معاكي بسرعه. تيجي على الموزه كده، دي ما فيهاش موزه، ناخدها كده، ادي شريحه كانك بتقطعها لي البيكات، اهو الشريحه الثانيه ونفس القصه هنا، دي فيها موزه، حلو انا بحب الموزه دي، اخدها كده نفس الطريقه. وفرصه السكينه معانا ومعانا صدور فراخ، نتكلم عن اكله بنفس المدرسه اللي هي الفاهيتا والشاورما. عايز اعمل شاورما بصدور فراخ، هي نفس التقطيعه اهي، قطع رفيعه معاكي كده. معانا الاساتذه المصورين حبايبي، وشفت التقطيعه جوليان دي اهي، الشرايح دي كده اهي، دي ما تاخدش كتير في السوى، نقطعها بنفس الطريقه، تبقى شرايح طوليه كده بالشكل ده كده، المصطلح العلمي بتاعها جوليان اهو، او شرايح اهو، وسكينتك تكون حاميه مفيش مشكله، سكينه صغيره كبيره بقى مفيش اي مشكله اهو، والسكينه تعدي مره واحده على صدور الفراخ او صدور السمك ما بتستحملش اهو عشان ما تتهريش في ايدك. نفس القصه هنا بالشكل ده كده، وهنتبلها ومعانا طاسة شديدة الحرارة على النار، حلوة، ونشوف ازاي هنحضر صدور الفراخ او الفراخ اللي معايا.
للفطاير المقرمشة اللي احنا هنعملها مع بعض دلوقتي. زي الفل كده يا سارة. يا سارة ازاي؟ الحمد لله. اهلا وسهلا يا سارة. ازيك يا شيف؟ عامل ايه؟ سامعك. بتكلمينا منين يا سارة؟ من اهلا وسهلا. اموريني. انا كنت عايز اعرف بس طريقه الكفته. كفته عينيه. نعمل لك احلى كفته. كفته ايه؟ حددي بقى. كفته جمبري، كفته سمك، كفته لحمه. لحمه. حاضر يا فندم. انا حطيت هنا البوكيه جرنيه بتاعنا، الجزر والكرفس كده. بحتاج انا لشويه شوربه. المدرسه المغذيه بتقول ايه؟ الطهويه بتقول انك انت تبعدي عن اي مكسبات طعم. تجيب حله تحطها على النار. الحله دي بعد ما تحطها على النار بتحط فيها بصلايه وتومه، اللهم صل على النبي، شويه جزر، شويه ورق لورو، بصلايه ناعمه، حلو قوي، اللهم صل على النبي. ونقلب ده كده. الكفته طريقتها سهله جدا للاخت اللي اتصلت. عباره عن لحمه مفرومه تاخد نسبه دهون تقريبا من 20 ل 30%، وبعدين تتفرم كويس عشان ما تفكش منك. هتجيبي معلقتين من البرغل تغسليهم كويس وتنقعيهم، وبعد كده تحطهم على اللحمه المفرومه وتفرموا ده كله على الكبه او في المفرمه زي ما انت عايزه. دموعي من البصل مش عايزها. اتبل الفراخ دي كده، وبعدين تقدر انك انت تسيخيها على اسياخ او تعمليها اصابع وتحطيها في صينيه بشويه زيت صغيرين وتدخليها الفرن. اهم حاجه وانت بتشوي الكفته يا ست الكل درجه حراره الفرن تكون عاليه. انا كده حضرت البصلايه للفراخ اهي، والبصلايه طعمها جميل جدا اهي. شفت تحميره البصله دي كده؟ اهو مع التوابل. الريحه انا عارف انك حاسس بالريحه وهي على الشاشه، الله عليك. اهو ناخد الفراخ بتاعتنا اللي احنا فرمناها بالشكل ده كده اهو. الله، ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ راح على فين دي الخطه دي؟ نقف محطه هنا اسمها محطه الابداع. دايما لما بتيجي فرصه اتكلم عن معلومه بقول عليها محطه الابداع. يعني ايه محطه الابداع يا مغازي؟ يعني اقدر اعمل الفراخ دي بنفس الطريقه دي كده شوربه، اقدر اعمل الفراخ بنفس الطريقه دي سندوتشات شاورما، اقدر اعمل الفراخ بنفس الطريقه دي فتت شاورما بالخل والثوم او اعملها بالزبادي، اقدر اعمل الفراخ بنفس الطريقه دي فطاير فطيره حلوه كده، اقدر اعمل الفراخ بنفس الطريقه دي مع اطباق مكرونه كتيره سواء مكرونه بشاميل او مكرونه بالوايت صوص او بالريد صوص. حلو الكلام. سؤال مهم جدا من الكنترول، هل بنفس الطريقه اقدر اعمل الفطاير دي باللحمه؟ يعني يفضل بالفراخ لان تفصيله الاكله بالفراخ، ولكن لو عايزين نعملها باللحمه نعملها. المطبخ له دستور وله قاعده، ولكن اللحمه ايه؟ ممكن نقطع اللحمه جوليان شرايح زي الشاورما او اللحمه المفرومه. نظافه مطبخك اول باول، ايدك فيه. الفراخ اتحمرت زي الفل اهي، واسيبها على النار كده. ونتكلم عن العجينه بتاعتنا اللي هي اهم حاجه في الموضوع للامانه. يعني هستاذن استاذ رحاب بعد اذنك مقادير العجينه على الشاشه تاني، لان العجينه دي هي محور الحديث. مقادير العجينه اللي انا هستخدمها النهارده واضرب عصفورين بحجر زي ما بيقولوا المثل. هنعمل منها حلويات ونعمل منها فطاير. عباره عن 3 كوبايات من الدقيق، وبياخدوا معلقتين من الزيت، وبياخدوا بيضه ورشه بيكنج باودر ورشه ملح صغيره وميه دافيه. العجينه جاهزه معايا زي الفل. بمسك العجينه دي بقطعها التلت والتلتين، اللهم صل على النبي. بيسالوني على السوشيال ميديا يا شيف مغازي ما بتعجنش ليه العجينه على الهواء؟ لما بيبقى في تفاصيل في نوع من انواع المعجنات محتاج ان انا اشرحه بعجنها، ولكن انا بستفيد بالوقت بتاع البرنامج عشان نقدر ان احنا نقدم فيه معلومات كتير ونقدم فيه افكار جديده غير الحاجه اللي ممكن تاخد مننا وقت. عشان تبقى اجيبش بقى عجانه واقعد واحط. طب ما احنا كلنا بنعرف نعمل العجينه بيتزا، بنعمل عجينه الفطاير الفطير وهكذا، ولكن بنظهر بالمقادير بتاعه العجينه والعجينه معانا زي الفل متخمره. هاخد منها حته كده للبغاشه
شفت العجينه والمسام بتاعتها اساتذه المصورين حبايبي؟ اهو مسام العجينه اللي انا هعمل منها حلو وحادي اهو اهو ملبن في ايدي اهي مسام العجينه بالشكل ده كده. اول ما تديك المسام دي بواسطه البيكنج باودر تعرف ان العجينه زي الفل في ايدك اهي تمام. دي مش واخده خميره خالص. حلو. بقيه العجينه اللي معايا باخد كده قطع منها صغيره حلو. معانا شويه دقيق والنشابه بتاعتنا وهنعمل دلوقتي الفطاير المقرمشه بالجبنه حاجه كده زي البيتزا. عجينه فرحان بيها وانا ايه بقطعها ملبن في ايدي والسكينه ماشيه فيها زي السكينه في الحلاوه. حلو الكلام. نشيل العجينه دي كده على جنب عشان نستخدمها في الحلو بتاعنا. واحده واحده مع بعض النشابه شويه دقيق اللهم صل على النبي. مهم جدا واحنا شغالين نتكلم عن تفاصيل الحشوه. اخبار الدجاج ايه؟ الله هو ده. اخبار السوى زي الفل. ايه الحلاوه دي يا عمش؟ ايه الجمال دي يا عمش؟ ممكن نحط بقى فيها جواها شويه فاصوليا حلوين. هو ده الكلام. شويه خضره حلوين من الجزر. شويه بطاطس حلوين. شفتي دي الفطاير بتاعتي. هتاخد جبنه موزاريلا معانا شويه بقدونس حلوين مفرومين. نقلب كل ده يا عم الشيف وفرصه ولادنا بيحبوا الفطاير ننتهز الفرصه وتبقى الفطيره دي فيها مكونات هم بيحبوها اذا كانت بطاطس او خضره ايا كان. بيحبوا السبانخ حط سبانخ. بيحبوا الكوسه حط كوسه بالشكل ده كده. كده جاهزه الفطاير بتاعتي او الحشوه. بعمل عمليه تبريد سريعه كده في كاسرولة كبيرة. عايزة الحاجة تبرد نصيحة مني حط الكاسرولة اللي هتبردي فيها الحاجة في التلاجة قبلها بوقت أو إنك أنت تحطها في كاسرولة كبيرة. هناخدها زي ما هي كده اللهم صل على النبي. والصوت عينيا لسه هنكمل مع بعض. هنقلب دول كده أو إن إحنا نسيبهم يبردوا كده لان احنا طالما هنشتغل فطاير لازم الحشوه عينيه لازم الحشوه تكون ايه برد. اي فطاير بتعمليها تسويه اللحمه مسبقا او فراخ او سمك ايا كان لازم تبرد بالشكل ده كده. هننتهز الفرصه ونطلب مننا ان احنا نطلع فاصل صغير. هسيب الحشوه دي المكسيكيه الحلوه دي فيها كل العناصر الغذائيه تبرد شويه ونشوف فكره عمل فطاير الدجاج بالخضار والجبنه المقرمشه في قلب الطاسه على عين البوتاجاز اللي عندك في البيت. اوعوا تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع بعض. العجين اللي احنا قطعناه قبل ما نطلع الفاصل بفرده كده بشكل طبيعي خالص كانك بتفردي فطير مشلتت زي ما تاخدك النشابه. حلو الكلام. انا بس بسهل عليك الموضوع علشان تقدري تعملي حاجه حلوه وحاجه خفيفه وحاجه جديده. انتهز الفرصه. الولاد بيحبوا الفطاير بيحبوا البيتزا ولكن عندهم اعتراض على البطاطس على الفاصوليا الخضراء على الجزر. اطعم لهم الفطاير كده بشكل ايه فني طهوي. ادي العجينه اللي انا فردتها دي كده اخر واحده معلش اهي. حلو. ناخد الفراخ بتاعتنا اللهم صل على النبي. جزر كوسه بطاطس فاصوليا خضراء اللي انت عايزاه. وادي فراخ اهيت عشان ايه جبنه موزاريلا الله. شفت الحشوه شويه
ريحان او بقدونس حلوين. العجينه الثانيه اللي معانا تنزل هنا كده، ونشد الاطراف كده بايدينا كده اهو، حلو قوي يا عم الشيف. ايه الجديد بقى؟ دي المفروض تخش الفرن ولا تتقلي في الزيت؟ نفس التركيبه دي كده بسكينه صغيره، اللهم صل على النبي، ونعمل لها ايه؟ الضفيره بتاعتنا الحلوه. تاخد شكل حلو، تاخد شكل هندسي. طاسه على النار شديده الحراره، ممكن تحط العجينه دي على ورقه زبده عشان تبقى سهله الايه؟ التقليب معاكي. تفاصيل معانا يا فاروق؟ العب. ونعملها كده. اخبار الزيت ايه؟ زي الفل معانا، اللهم صل على النبي. شويه زيت حلوين كده يا عم الشيف، وندعم الزيت ده شويه سمنه حلوين، بما ان احنا بنعمل فطير مقليه ده ما يمنعش. اللهم صل على النبي. زي الفل. ونبدا نحمر مع بعض. نخلي دي كده على جنب، ونعمل واحده تانيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلمك حاجه برضو لطيفه خفيفه. يعني كل ده هدفي ان انا اوصلك انك تعملي افكار بسيطه وسهله لاولادك. دي على ورقه الزبده عشان بعد العجينه ما هتريح ممكن تلزق منك في الكاونتر. ناخد العجينه اهي، فراخ. بالله عليكم الموضوع هنا كل يوم بتعملي فراخ لاولادك بنفس الطريقه، انا ما جبتش حاجه جديده. كانك بتعملي طبق مكرونه، دي جبنه موزاريلا، عايزه تحط جبنه شيدر اختياري زي ما انت عايزه، ولادك بيحبوا ايه استخدمي شويه بقدونس حلوين. وناخد العجينه الثانيه، ولما ترص العجين فوق بعضه لازم تحط شويه دقيق عشان العجينه ما تلزقش في الثانيه. واشتغل كده يا عم الشيف بالراحه خالص اهو، بسكينه صغيره كده حلوه، وهندس العجينه كده. واجي هنا كده، الزيت بيسخن اخباره ايه؟ اهو. ورقه الزبده هتساعدني في ايه هنا؟ ان هي ترفع العجينه زي ما بتلف معايا كده، زي ما انتم شايفين. شفت ازاي؟ اهو. الفكر الطهوي بيساعدك على انك تقف في المطبخ واثق الخطوات يمشي ملكا. ناخد دي كده يا عم الشيف زي ما هي، اللهم صل على النبي اهي. نفس القصه هنا. شفت ازاي؟ اهي بنفس الطريقه. وتعالوا مع بعض نعمل كمان مع بعض اتنين تلاته، وراناش حاجه. ورق الزبده معانا تحت ايدينا. اللي ما خدش باله من الاولى والتانيه ياخد باله من التالته. ادي العجينه. الفراخ اللي احنا مقطعينها كنا هنعملها مكرونه بالبشاميل، والعيال مش عايزين مكرونه كل يوم. الفراخ اللي احنا مقطعينها وعايزين نعملها سندوتشات شاورما، والعيال ملوا من الشاورما. الفراخ اللي احنا مقطعينها وعايزين نعملها فتت شاورما اهو، جبنه موزاريلا واحطها في قلب الفراخ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وناخد العجينه كده، الله هو ده. وفرصه العجينه موجوده عندك زياده هنعملها حلو، اللي هي البغاشه. ورقه زبده بثلاثه تعريفه بتديك فرصة انك انت تقف في المطبخ كده ايه؟ الله. البرمة دي او الضفيرة دي وانا شغال. نعم ممكن، بيقول لي ممكن تتشوف في الفرن، ممكن تتشوف في الفرن، بس انا حابب اقلاها في الزيت لان انا مدخل مع العجينة بيكنج باودر مش خميرة، تبقى بقرمشة ولطيفة. لا خالص. دي لو دخلت الفرن ندخلها الفرن زي ما هي كده. ليه يا عم الشيف؟ علشان الجبنه تسيح معايا. هو ده الكلام، ده اللي يهمني،
بواقي العجينه لو حضراتكم متابعيني من الاول ممكن نستخدمها في نوع تاني من الفطاير او ان احنا نعملها بغاشه، فدي مش هتنفع في البغاشه لان هي طبعا خدت من الثوم والبصل وتتبيله الفراخ. هناخد العجينه اللي احنا عملناها دي كده اهو، ونشتغل في واحده ثانيه على الزيت معانا على النار اهو. الله، هو ده اهو. ناخد الفراخ اللي كنا عاملينها شاورما وباقيه عندي في الثلاجه، الفراخ اللي كنت عامله ملوخيه للولاد وباقي صدر فرخه في الثلاجه، الفراخ اللي كنت عامله فته وباقي صدر فرخه في الثلاجه. الشيف المغازي تاني يوم عاد هيكلتها وعملها بطريقه جديده اهو. دي فطيره كبيره، دي بتاعتي اهو زي ما هي كده اهو. الله الله اهو ده، واحط كده دي على دي كده اهو. لازم التركايه دي باصابع ايدي كده واطراف ايدي كده اهو، والعجينه تاخد البصمه بسكينه بالراحه خالص كده اهو. ورقه الزبده بتلف معايا اهو اهو. ايه الحلاوه دي يا شيخ؟ ايه الجمال ده؟ اقل حاجه انك تقدري تعملي حاجه جديده باقل تكلفه اهو. والعجينه دي ناخدها كده ونخليها هنا كده، دي ما تترميش خلي بالك، دي صارفين عليها، فيها بيكنج باودر، فيها حليب، فيها بيض، فيها دقيق، فيها خبره طهويه، فيها مجهود، فيها وقفه في المطبخ على حساب انك بتعملي حاجه، فشيلي العجينه في الثلاجه، تاني يوم تقدري تعمليها حاجه تانيه بفكر تاني بشكل تاني بطعم تاني اهو اهو. يعني ممكن تعمليها فطاير وتشويها في الفرن، مش عايزه تقليها في الزيت تشويها في الفرن، تحطي دي جنب دي اهو. ايه الاخبار في الزيت؟ مش هنقلبها خالص دلوقتي، دي في زيت وزبده او زيت وسمنه، بتاخد راحتها خالص اهو. واحده اخيره بقى كمان اهو كمية علشان تاخدي معاك اتنين تلاتة لحماتي كنت رايحة تزوريها. فتحت القناة الأولى النهاردة يا حماتي يا أم زوج العزيز، لقيت الشيف المغازي رايق وعامل فكرة جديدة بالفراخ اللي بناكلها كل يوم شاورما، بالفراخ اللي بناكلها كل يوم فتة، بالفراخ الباقية من بتاعة الملوخية. طب ينفع فراخ بس؟ ممكن تعمليها بلحمة، ممكن تعمليها كمان بكبدة. الله عليك ما تزعلش. بس مش تبقى الكبدة مع الجبنة مش هتبقى ايه لطيفة يعني. اهو ناخدها كده اهو. وبرضو انا ما زلت اقول المطبخ له دستور وله قاعدة. المطبخ ده حب. تحب المطبخ تعملي حاجة حلوة قوي اهو. عملت كام فطيرة انا؟ اتنين في الزيت او على النار ومعايا تلاتة اهو. طاسة لو تشيل اكتر كنت حطيت. ممكن على فكره تجيبي طاسات صغيره وتحطهم على عين البوتاجاز وجنبك كده ايه، يبقى كل واحده في طاسه تبقى احسن مني اه. شفت اللفه دي اه؟ ورقه الزبده بتساعدك وتخليك تتحكمي في الفطيره وانت بتضفريها اه. وبعد ما تضفريها الضفيره دي كده بالراحه خالص اه بايديا كده اه اه، ونضغط عليها بايديا كده اه، ونخليها كده مكانها، وناخد العجينه دي بتاعتنا اللي ده اللي يهمني بقى في الموضوع، ونعيد هيكلتها. طاجن لحمه، طاجن كباب حله، كمونيه، عايزه تعمليه وبعد ما تعمليه تغطيه بالعجينه زي اخواننا في الهند وفي المكسيك مفيش مشكله. العجينه لازم عشان تستخدميها وتعيد هيكلتها لازم تسيبيها تاني تتخمر لمده 5 دقائق او 10 دقائق. بس العيش الشامي الابيض مش هي ممكن تعمليه، بس مش هيد الاطراف مش هتمسك لوحدها، فانا عملتها بالعجينه عشان الاطراف تمسك عشان اقليها في الزيت. بس لو عملتها في العيش الشامي تقدري تشويها في الفرن زي الحواوشي كده، هتاخد ما هتاخد شكل الحواوشي. الموضوع هنا مختلف شويه، الموضوع هنا الجبنه ساحت هيد في قلب الفطيره فيها اخضار اللي انا حابه للاولاد، ولادي بيحبوا السبانخ ياكلوها بس انا عملت لهم طعم، او مش بيحبوا الفاصوليا فانا انتهز الفرصه بالخضروات الشتويه الجميله. وهم طالما بيحبوا الفطاير، ايه الصوره الحلوه دي؟ ايه الصوره اللي لفتت نظري دي على الشاشه؟ طب ناخد الصوره الحلوه دي وناخد بعدين نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف حمرنا شويه حلوين، واعتبرها هديه بدل طبق الجاتوه او دسه الجاتوه اللي بتاخدها لحماتك او لماما، تعرف ان هي تعبت واشتغلت في حاجه حلوه. اه تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. هنعمل طبخة، بس الطبخة دي في المدرسة الطهوية الروسية بيسموها سلطة. أنا ما شفت السلطة فيها تقريباً 8 أنواع من الخضار، فيها بيض، فيها صوص لطيف من المايونيز. طبعاً المايونيز بيتعمل من البيض والزيت، فالسلطة أصبحت يعني مكون غذائي، في بروتين وفي نشويات وفي كربوهيدرات. المقادير على الشاشة: بطاطس قشرناها سلقناها مكعبات، فاصوليا خضراء قلمناها وقطعناها وسلقناها في ماء مع محلول ملحي، جزر بتقطع كاريهات، وكمان بيض مسلوق، وشوية بقدونس حلوين، والخس البلدي بتاعنا، ورقائق من الخبز المتحمرة الجميلة. ما لقيتيش الخبز ده، بتجيب العيش البتبان العادي وبتقطعيه وبيبقى محمر معاك بالشكل ده كده. تعالوا نتبل السلطة دي كده بسرعة عشان معانا أبو غاشة. يا أبو غاشة، بسم الله الرحمن الرحيم. شفنا مقادير السلطة على الشاشة، تعالوا نتبلها مع بعض. ومعانا الطاسة بتاعتنا فيها الفطاير المقرمشة الحلوة، والصورة الحلوة اهيت، مخرجنا الجميل هيجيبها لنا، ربنا يسعدك يا رب. هشيل دي من هنا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كده مع السادة المشاهدين هناخد الفاصوليا، البطاطس، السلطة دي البطل فيها المايونيز. واقول لك على حاجة حلوة، ممكن تعمليها بالوايت صوص البارد، على البارد، اللي هو يا شيف اللي هو حليب ونشا ياخد توم. فكرة يعني، انا بديك افكار، انت حرة بعد كده، القرار قرارك يعني. بنحط المايونيز بتاعنا، كمية لطيفة حلوة، البهارات بتاعتنا اللي انت حباها، شوية بابريكا حلوين مع زيت زيتون كده. أنا بحب السلطة دي شوية سبايسي، فيها طعم السبايسي، تبقى لطيفة وجميلة. زيت زيتون عادي، ده اختياري برضو، عايزة تكتري الزيت تقلليه مفيش أي مشكلة طالما هو على البارد. يعني إيه على البارد يا مغازي؟ يعني الزيت ما دخلش النار. شوية الزعتر الحلوين، الفليفر العالي، ونقلب السلطة الحلوة دي كده. الله. طبعا دي البرزنتيشن بتاعها بيض مسلوق، عشان نبقى ماشيين مع بعض خطوه خطوه. بيض مسلوق، السلطه دي مشهوره ببعض المطاعم الفاست فود، بتلاقوها في الباترينا كده، معموله من ليله قبلها بوقت، ممكن بتاكليها بقى، بتلاقي فيها تفاصيل كتيره، مش عايز يعني اتكلم عن حاجه، ولكن افضل انك تعملها في البيت، دي فيها تفاصيل كتيره قوي. السلطات اللي فيها تفاصيل كتيره بجد والله العظيم انصحك تعملها في البيت، يعني فيها مايونيز، فيها صوصات، خس البلدي بتاعنا الجميل اللي بيخلي الطبق يتكلم مصري. خس البلدي ده مش موجود في اي بقعه في الارض، في خس فرنجي، في خس كابوتشا، في خس هندباء، ولكن الخس البلدي ده مش موجود. بعمل ايه علشان الشكل ده يبقى حلو؟ بحط شويه سلطه كده واخدها كده زي ما هي. شفت بقى الشقاوة؟ هو ده الشقاوة، زي التبولة كده. ونحط السلطة كلها، أنا عايز بعد إذن حضراتكم تشوفوا ترتيب المطبخ وأنا شغال. الحاجة اللي بتاخد وقت حطيتها جنب على النار وكل شوية أبص عليها أهو، العجينة عجينها من قبل عشان أكسب وقت، زي الفل. معانا البيض المسلوق بتاعنا، نخلي الطبق السلطة ده كده عشان مخرجنا الجميل يجيب الصورة الحلوة، ونمسك البيض ده بقى. ايه عندك؟ قطعة بيض الولاد بيحبوها، اهلا وسهلا، اختياري. معانا خبز مقرمش، ده برضو ما تلاقي يعني، ممكن ما تلاقوش في الروس سلطات، مش بيحطوه. مكعبات الخبز بيحطوها، ومكعبات التوست بيحطوها مع سيزر سلاط، عشان تعرفوا بس ان احنا ايه، عارفين وصحيين وكل حاجه، ولكن ده اضافه من الشيف. سلطه زي دي تعتبر وجبه دسمه فيها كل حاجه، مش محتاجه ان انا بقى اروح اجيب كيس خبز ولا اعمل رز ولا مكرونه، فيها النشويات والكربوهيدرات والبروتين وكل حاجه ممكن الجسم يحتاجها على مدار السنين او على حسب العمر. نقطع البيض ده كده، فطاير ما تنساه، ما تقلقش ما تقلقش.
خلونا نقلب كده مع بعض عشان الصورة الحلوة تخطف عينينا. ايه الحلاوة دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ حاجة جديدة والله يا شيف. ده احنا كل يوم فتة فراخ، مرة بالحمص، مرة بالزبادي، مرة شاورما، خليها ما تقلقيش خالص، أهم حاجة الزيت يكون شديد الحرارة، والتقليب كده بالشكل ده كده ما تقلبهاش غير مرتين. لما تلاقيها اتحمرت من الأطراف دي المرة الأولى، والمرة التانية بتشيليها من قلب الزيت تصفيها على منديل ورقي حتى يمتص الزيت المتبقي. حلو قوي. سؤال من خلال السوشيال ميديا، مين طب سأل السؤال عشان نشجع حبايبنا يا أستاذة رحاب؟ الحاجة صافية بتسأل إزاي نعمل الكمونية؟ هي من الاسم بتتكلم عن نفسها، كمونية لحم مكعبات واخد بصل واخد ثوم واخد فلفلة زي أنت حبة وبتحط لها كمون. بس عشان تعمليها وتشم ريحة الكمون يا ست الكل، والكمون من التوابل الجميلة الحلوة اللي هو صادق. يعني إيه صادق؟ والله العظيم بجد، غير أي توابل. يعني جبت الكمون حصى حمصتيه شوية في الطاسة وطحنتيه بالهون، ريحة الكمون لطيفة وتبقى مش عايزة تمشي من جنبه. ركنتيه كتير بتلاقيه كده هادي وملوش حس، ومفيش مش الكمون اللي تحطيه على طبق الفول يخليه يتكلم مصري. فانصحك تجيبي الكمون الحصى من عند العطار وتحمصيه شويه كده، وفي قلب ايد الهون تبقى زي الفل. الكمون طبعا مفيد جدا، طارد للغازات وبيعزز المناعه وبيهدي الكولون وحاجات كتيرة قوي. لو قعدنا نتكلم على الكمون من الصبح، انا بحب اكله حصى على وش المخبوزات الجميله. طبق البيض الجميل اللي معايا ده كده، انا عارف ان المخرج بتاعنا الجميل عينه حلوه وبيحبني، هيدلعه. شفتوا البيض اضاف شكل جميل ازاي للطبق؟ هي الروس صلات كده طالما حاطط عليها بيض على طول بتتكلم روسي. حلو الكلام. نشيل دي هنا كده، الله اكبر. تعالوا نطلع مع بعض الفطيره الحلوه دي كده. يا مسهل البغاشه، والله احنا معانا وقت ان شاء الله هنعملها باذن الله، بس خلينا نطلع الفطاير من الزيت. هنعمل كل حاجه ان شاء الله، مش هنعمله النهارده نعمله بكره، احنا ورانا حاجه غير المطبخ. اللهم صل على النبي. حلو قوي. نجيب سكينه حلوه، عينيا عايز تشوفها من جوه. الله ما احرمك من حاجه، انا عارف ان انت حبيبي. بص 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 على الحلاوه، شوف السكينه نازله فين. قلب الصغير لا يتحمل القرمشه. الله يا حلاوه. حلو. سؤال من خلال السوشيال ميديا، ينفع استخدم العجينه دي يا شيف مغازي في الحواوشي الاسكندراني؟ طبعا، وتحيه كبيره لكل اخواننا في اسكندريه. تاني عيني. حاضر اهو. يلا يلا، ما خدش باله من الاولى ياخد باله من الثانيه. انزلي يا سكينه اهو. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ حاجه جديده. تاني اهو، هي نفس المكونات بتاعه الاكل عندك، ونفس الشاورما، ونفس الفراخ اللي انت كنت عاملاها وعناها في الزيت عشان تعملها شاورما. ارفعي الزيت من النار قبل الاول، قبل كل حاجه. عندك اطفال صغيرين مش لازم يخشوا المطبخ دلوقتي. الله، السكينه نازله بتغني. الف هنا وشفا للي ياكل. شيل الحاجات دي كلها من هنا ونشتغل في البغاشه. مقادير البغاشه يا استاذ رحاب بعد اذن حضرتك، مقاديرها بسيطه وسهله، والحلو ده من الريف المصري والصعيد المصري، جميل جدا، من الحلويات السهله اللي امهاتنا بيحبوا يعملوه. عجينه عندها حلوه كده، بتاخد فانيليا، بتاخد بيضه، بتاخد دقيق، شويه حليب، معلقه زبده او سمنه، او معلقه زيت اختياري. خلينا نولع الزيت بتاعنا ونسيب العجينه تتخمر، تاخد خميره ما تاخدش، انا بعملها بالبيكنج باودر بتبقى لطيفه وجميله. وانا حمرها في الزيت، تقدري بقى تجودي وتبقي احسن من الشيف المغازي، تعمليها بعسل، تعمليها بحبه البركه، زي ما انت حابه. المقادير على الشاشه. العجينه معايا اهي زي الفل، اللهم صل على النبي، ومعانا حبه البركه، الله، ومعانا العسل النحل، الله، ومعانا زيت شديد الحراره على النار، ونطفي النار من تحت الزيت بتاعنا عشان ما نخسرهوش، نقدر نحمر فيه اي حاجه احنا عايزينها بعد كده. تقدري تحمري طبعا بطاطس، تحمري لحوم، تحمري فطاير، زي ما انت عايزه. نفرد العجينه مع بعض. طبيعي لما نيجي نفرد عجينه لازم معانا شويه دقيق ونشابه.
الله. ونوسع الدنيا كده. انا سايبها للاخر عشان مخرجنا ساعه ما يقول يا شيف مغازي وقتك خلص تسمع كلامه. حمر لي بقى طبقين ثلاثة أربعة واحنا شغالين مع بعض. اللهم صل على النبي. حبة البركة بحطها ازاي؟ وانا شغال كده. شفت الشقاوة؟ انا عارف انتوا بتقولوا دلوقتي يا شيف مغازي، ما انت لما تحط حبة البركة دي على العجينة وتدخلها الزيت او تدخلها، حبة البركة هتنزل في قلب الزيت. ما تزعلنيش منك، انا مضيع عمري في المطبخ يا حاجة. الله اكبر، صلي على الحبيب قلبك يطيب. عناي. حاضر يا فادي. تحب حبة البركة؟ أزود لك حبة البركة. تحب السمسم؟ حط السمسم. لا دي ملهاش دعوة بالكمون. يعني والله عايز تاكلها بالكمون كلها، اختياري. آدي كمان حبة البركة. أنا بس بعلمك إزاي؟ في الأطراف؟ والنشابة بتاعتك أهم حاجة ما يكونش عليها مية. والعجينة تكون عجينة جافة. يعني إيه جافة يا شيف؟ بنفس المكونات اللي انا عاملها. شفت انا سايبها للاخر ليه؟ عند الزيت شديد الحراره. ونقطعها بقى باشكال هندسيه بقى. مستطيل ماشي، شكل خماسي ماشي، شكل رباعي ماشي، مثلثات ماشي، اختياري. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. فينك يا قطاع؟ اهي جايبين لي قطاعه حلوه. شيل الاطراف دي مش عايزها. اوعي ترمي العجينه دي، ما تزعلنيش منك بالله عليك. انا ما بحبش التبذير في المطبخ. معاكي فلوس ما معكيش فلوس، التبذير حرام. اقطعها كده بقى. الزيت شديد الحراره. بلعب انا. اول حاجه خلصنا شغلنا وقاعدين بنتسلى. ابنك وبنتك في البيت راجع من المدرسه، دخلي المطبخ يعمل الحركه دي، يفرح قوي بالصوت بتاع الايه؟ القطاعه دي. خاصه البنوته الصغيره الجميله الحلوه. بتتعلم مطبخ فرصه؟ لا يا فندم، لا يا فندم، كل واحد خايف على ماله. خايفين على الكاونتر. حلو. نيجي بالعكس. لسه ما خلصتش. اصبر على رزقك. شوف الشيف هيعمل ايه. شويه دي، هو ده الكلام. يلا قومي قومي واخبزي. شفت ليه حطيت دي؟ عشان الشكل ده في الاخر. على الوش كده. شيليها كده باطراف ايدك كده. انا مش بكلف عليكي وبحملك فوق طاقتك انك تعملي حلو. الزيت اخباره ايه يا شباب؟ فيها حبه البركه؟ طبعا ثابت. لا الزيت الحله حبيبي حبيبي حبيبي، مش الحله اللي كنت بحمر فيها الفطاير. لا خالص. والحلو ده على فكره والله العظيم انا بحبه. حبه البركه لما تتحمر دلوقتي هيبقى طعمها حلو قوي، وهتبقى فيها كريسبي كده وتحميره الزيت النظيف. واحنا مغيرين الزيت لسه، اول هسه اول وش الزيت. خلوا بالكم. وتطلع تلاقي الزيت بقى، تلاقي العسل النحل بقى، زهره البرسيم بتاعنا. يلا صلي على الحبيب، عيش اللحظه هو ده. وهي مكانها. يا ويلي زي الفل. استنى هسه يقولوا لي دقيقتين بقى، يقولوا لي اربعه، انا بتبرمج. انتوا عارفين اللي بقدر اخلصه اخلصه.
واللي ما اقدرش اخلصه بنعمله تاني يوم. احنا قلنا حاجه مطبخ روق الكاونتر بتاعي زي الفل. ولكن عايز اقول حاجه مهمه جدا واحنا شغالين كده، المطبخ بحوره كتير، ازاي انك انت تقف في المطبخ؟ شايفين الحركه دي؟ دي تالت تعريفه هتلاقي عند اخواننا اللي بيبيع الحاجات بتاعه المطبخ وادوات المطبخ والادوات المنزليه والحاجات دي كلها، في منها صغير وفي منها كبير، مش بعمل لها دعايه بالعكس. الكاونتر بتاعك نظيف وزي الفل وانا على الهوا والحاجه في قلب الزيت، عشان في الاخر الباب هيخبط، جوزك هيجي فجاه، جارتك هتيجي فجاه، حماتك حبيبه قلبك هتيجي فجاه تضحكي. ما تقولكيش انت مزروطه الدنيا ليه. حلو قوي، وننزل بوم كده وناخد بعضنا ونمشي عينيا. زي الفل، مطبخنا نضيف. نشوف بقى موضوع البغاشه ايه. يلا بص على الزيت، بص على الحلاوه، بص على الزيت وشوف حبه البركه نزلت في الزيت ولا ما نزلتش. احنا مش بنهزر، مش بنلعب. في قلب الزيت في العسل يا عم الشيف، يجعل ايامنا عسل ان شاء الله. انا هعمل بقى حاجه حلوه بصراحه، هجود. المخرج قال لي معاك 3 دقايق، فرحت قوي على فكره واتبسطت قوي. اعمل ايه بقى يا شيف؟ احب انا الحاجات دي كده. ايه معايا؟ نار ومعايا مكعبين من الزبده الحلوه ومعايا عسل نحل. اذا انت غاويه يعني، اذا ما فيش صحه حلوه وزي الفل، اذا الصحه ايه حلوه. طاسه على النار واخد الزبده دي يا عم الشيف كده، عسل على البغاشه ما تتحمر شويه. كفايه قوي، كفايه عشان الكوليسترول. ركزي بقى. تسيح الزبده كده بالراحه. بس الاقي الزبده ساحت كده، وعشان اضمن ان هي ما تتحرقش مني وتسود مني، هسه اهي 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 اهي، ارفع ايدك انت مصري. حلو، ونسيب الزبده تسيح. هتعمل ايه يا شيف؟ اصبر على رزقك شويه، لازم تقعد لاخر الحلقه، لازم. انا دايما في معلومات وفي تركات كده بسيبها لاخر الحلقه عشان نندم ان احنا شفنا الشيف المغازل نص ساعه ومشينا. تبدا الحلقه نقعد جنب التلفزيون لغايه لما الشيف يخلص. خلي بالك. حاضر يا فندم. وانا مش عايز غير دقيقه ونص. تخيل انت بقى معاك في المطبخ بقى، وايه ده جوزك لو رجع وقال لك انا جعان هتقول انت بتستعجلني ليه؟ تخيل انت معاك مخرج بقى في التلفزيون دقيقه ونص. شفت البغاشه بتلعب في قلب الزيت، بتتكلم مصري، بتتكلم صعيدي، بتتكلم ريف مصري. تحمر، تقرمش، سامعين الصوت ده؟ السر فيه البيكنج باودر. النفشه اللي هي فيها دي السر فيها البيكنج باودر. القرمشه اللي هي فيها دي البيكنج باودر. العجينه مش مكتومه، السر في البيكنج باودر. تاخد خميره دي يا شيف؟ لا. علل ولماذا؟ لان لو خدت خميره يا ست الكل وانا باكلها هشم ريحه الخميره، وانا مش العسل على الزبده. يا ويلي. العسل بيتكلم مصر. زهرة البرسيم والله موجود في كل مكان وفي كل حارة. مش لازم نجيب العسل الغالي. ونقلب. اصبر عليا بقى، اكلك شوية بغاشة بحبة البركة والعسل والزبدة دي إضافي مش مكتوبة في المقرر. ونجيب طبق التقديم بسرعة عشان هننضرب. الله الله عليك يا عم الشيف. استنى عليها هسه كده تصفي الزيت ونحطها في الطبق الحلو ده كده. بالله عليك اعملي الطبق الحلو ده وبلاش تشتري بقى دست جاتو وتورتايه ب 300 جنيه و400 جنيه وبعد الساعه 12 بالليل عليها خصم عشان ما تباتش في الثلاجه والجو اللي احنا عارفينه ده كده. تضحكوا؟ والله العظيم بتكلم من قلبي ليكم. بغاشه اهي. يلا، في طريقتين لاكلها. الطريقه الاولى انا بحبها مع سكر بودر وقرفه ناعمه فيها حبة البركة، وبالطريقة اللي أنا بعملها دي لأولادنا الحلوين. عسل نحل وزبدة. يا ويلي، إيه ده يا شيف؟ وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.
بتعلم ايه؟